مش عارفين هو جه من العريش يدور عليه ليه، ولا عرفنا السبب اللي بعده، وما فيش سبب اصلا، ما فيش بيننا وبينهم حاجه. هو ما يعرفوش؟ لا طبعا، ما كانش في علاقه سابقه بيه؟ لا ولا في اي حاجه بيننا وبينهم خالص. ترددت بعض الاقاويل ان هو اعتقد ان ابنكم هو اللي خطب حبيب لغايه ما انهى حياته بالطريقه البشعه دي. جه عندكم البيت؟ راح لوالدته وسال عليه في البيت، وراح للورشه برضه سال عليه في البيت، وراح عند والده وسال في البيت، لان طبعا والده كان منفصل عن والدته. فراح البيت عند والدته وقالت له عايزه ليه؟ قال لها بس عايزه اقعد معاه شويه. وطبعا كلمت محمود قالت له في واحد بيسال عليك وكده، لغايه ما هو قابله بنفسه وراح له الورشه بتاعته. طيب حضرتك هتحكي لي بالظبط من لحظه ما جه البيت قالك ايه، وايه اللي اثار الريبه او الشك في قلبك من ناحيه الشخص ده؟ هو لما جه وبقول له انت مين، قال انا محمد حلمي الكرداوي، ما ارتحتلوش عشان والده كان قاتل امه. اه ما ارتحتلوش خالص. يعني انت اصلا عرفتي من الاسم؟ في البلد ومشي بقى لهم 20 سنه. القريه اسمها ايه؟ شبرا بابل. شبرا بابل بالمحلة الكبرى محافظة الغربية. والده كان قاتل والدته. انت ما كنتش عارفة الولد نفسه؟ لا ما كنتش. لكن لما ذكر لك الاسم افتكرت بقى ان كان ابوه عمي. خفت؟ خفت على عياله، ورنت على ابني وقلت له. قلت له ايه؟ قلت له في فلان الفلاني جاي يسأل عليه. قال ما عرفوش وما فيش بينه وبينه اي حاجة. بعدها ما يجيش بثلاث ايام وعمل جريمته. طيب انت قلت له ايه لما يعني قلت له انت عايزه ليه وانت جاي؟ وهو جاي مش يسالني محمود مباشر، قال لي ابراهيم الحداد. قلت له لا، اللي هنا محمود الحداد، ما جاش يقول لي محمود على طول، هو جاي يسالني باسم تاني. الخبر وصل لحضرتك ازاي يوم الواقع؟ هو يا دوب وصلنا وما فيش يجي نص ساعه كده، ولقيت المدير بتاعي قال لي وصلي البيت لان الجماعه عايزينك في البيت. ما رضاش يقول لك؟ لا ما رضاش يقول له. لما رحت الشغل مكان الشغل بتاع محمود علشان اساله اقول له ايه اللي في البيت، قالوا لي محمود تعبان في القصر. اما رحت القصر بقى قالوا لي البقاء لله. عرفتي ان مرتكب؟ ولما جيت اقول البقاء لله انا افتكرت حادثه ولا كده، قالوا لي فلان اللي قتل. قلت بقى هو جاي يسال عليه عشان ينهي حياته، وعمالين نشوف هو ايه السبب، مش عارفين هو ايه السبب لحد الان. حتى بعد التفاصيل اللي سمعتيها برضو مش عارفه ايه السبب، ودي مش سبب مقنع ان هو جاي ياخد خطيبته منه ده، لان محمود اصلا كان متجوز ومخلف. محمود متزوج منذ 3 سنوات ومعاه طفله. ومعاه طفل. وهو قال او اعتقد، قلت له محمود متجوز. يعني هو قال لك هو خطب حبيبتي او كده؟ هو بيقول لي في حد خاطب وكده. قلت له لا ده محمود متجوز. انت شكيتي فيه؟ حسيتي ان الموضوع مش طبيعي؟ انا ما ارتحتلوش ساعه ما قال لي انا محمد حلمي الكرداوي، ما ارتحتلوش. نهرتيه وطردتيه بره بيتي؟ لا، انا لما جيت انده لحد اقول له اقعد معاه وكده، لان احنا بيتنا حريم وكده، قام سايبني وقام ماشي، ما وقفش. لكن ما كنتش ومشي من المكان اللي هو مش جاي منه، يعني خلف الطريق. ده برضو اثار الشك عندك شويه. لان الطريق بتاعنا فيه كاميرات. بس هل كنت تعتقد ان هو ممكن يعمل كده في ابنك، يغدر بيه؟ انا حسيت ان في حاجه تحصل لعيالي، بس ما اعرفش ايه بالطريقه دي. لا، وسالتهم قلت لهم في كذا، قال لي لا ما فيش حاجه بينهم. هو ما كانش يعرف ابن اصلا. ما كانش يعرفه؟ لا، لكن سمع ان هو هيخطب حبيبته، الكلام اللي تردد اليه، فانهى حياته ب21 طعنه للاسف الشديد. انت بتطالب بايه؟ بالقصاص العادي. بالقصاص العادل. المرة اللي فاتت في الجلسة الماضية طبعا اللي شغلت رأي العام، ان بعد ارتكابه للجريمة وتربص بالمجن عليه لمدة ايام وعرف تحركاته بيجي منين بيروح فين، وقف في جنب وتواصل معاه وقال له وصلني لمكان. هو محمود رحمة الله عليه كان سائق توك توك. ايوه. ركب معاه. عرفت اللي دار في التوك توك وعرفت التفاصيل؟ انا عرفت بس ما شفتش، لان انا جيت لقيت ابني في القصر اصلا. ومن في الجلسه اللي فاتت ادعى ان هو مريض نفسي. هل انت باللي شفتيه وجا سالك في البيت من خلال حواره معاكوا ده واحد مريض نفسي؟ لا مش مريض نفسي خالص. واللي خطط للجريمه ده؟ اللي مريض نفسي ده يخطط للجريمه، يقعد 15 يوم يخطط لها ويسال عليه هنا وهنا وهنا. هو قال ان هو كان بيخطط لها ب 15 يوم؟
ويلف كتبات عليه ويأمن نفسه. ازاي يعني ايه لف كتب عليه؟ لفف كتبات على جسمه لاجل اهل البلد لما تطلع وتخبطه ما فيش خط يوصل، يبقى دي ما تخلف عقليا ازاي بقى؟ ومأمن نفسه ذكي. في قوة الذكاء. شفتيه؟ ايوه شفته يوم ما جه سألنا على محمود، بس ما شفتوش بعديه في قفص الاتهام في الجلسة اللي فاتت. لا ما شفتوش لان ما كانش حد دخل. طب لو شفتيه هتقولي له ايه؟ هقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيه. خطف زهرة شباب محمود رحمة الله عليه. هو خطف روحنا كلنا، كلنا بنموت في على الهادي، كلنا كده بنموت على الهادي. احنا بنقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيه. بنته اللي عند النهارده فات سنة على وفاة ابوها والله بتسأل عليه للنهارده. بتقولي لها ايه؟ بقول لها بابا في الجنة. بقول لها بابا في الجنة. هقول لها ايه؟ شهيد الغادر وشهيد لقمة العيش، طالع بيشتغل ما كانش عارف انه هيتغدر بيه. ربنا يصبرك. ابو محمود اتوفى في اول جلسة. يعني نعم؟ ابو محمود اتوفى في اول جلسة من حزنه على ابنه. والله. واخته مريضة بقالها شهر بسببه. يعني هو ما قتلش محمود لوحده. ده جنى على الاسرة كلها. يعني هو قتل الاسرة كلها. والد محمود اول جلسة توفى. من حزنه على فقدانه لابنه. واخت محمود بقالها شهر مريضة بسببه. يعني هو فقد أسرة كاملة مش محمود بس. حضرتك خاله. خاله. احكي لي بقى الخبر جال حضرتك ازاي؟ انا كنت مسافر اصلا، اتصلوا عليا وقالوا لي حصل كذا كذا، ما كنتش مستوعب، ما كنتش مصدق، لان تفاصيل غريبة اصلا، لان محمود ملوش اي اعداء. يعني اهل البلد كلها اللي بتعامل مع محمود يعني ما حد بيتكلم في حقه الا كل خير، وما بسيبش ولا فرض، وما بيحطيش خيانة لأي واحد. يعني البني آدم ده راح له مرة واتنين، محمود ما فيش عشان ملوش أي أعداء ولا له أي مشاكل، ما اداش أي إخوانة ولا أي شيء، يعني غدر به بطريقة بشعة. فحسبي الله ونعم الوكيل. بتطالب بإيه؟ بنطالب بالقصاص، وبنطالب النائب العام، وبالنائب كل، بنطالب كل واحد عنده ضمير حي يساعدنا في قضية محمود. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم وكل مفتري. في البدايه انت قلت كلنا ثقه في القضاء العادل مهما حاول المتهم. اكيد طبعا. ان هو يظهر عدم استقراره النفسي او ان هو مريض نفسي، عارفين ان حق أكيد ربنا. اكيد طبعا عندنا ثقه، ربنا اللي يعلم بقى في القضاء بتاعنا. واولا عندنا ثقه في ربنا سبحانه وتعالى انه ما بيضيعش حق مظلوم. والحمد لله عندنا ثقه في سياده المستشار خالد. ان شاء الله يعني دايما يكون نصر للحق ان شاء الله، وربنا يوفقه ويعينه ويرجع لنا حق محمود ان شاء الله على ايديه بامر الله. ان شاء الله ان شاء الله. بقى الا مره ثانيه وربنا يسعدكم. سياده المستشار الاستاذ خالد عبد الرحمن، دايما القضايا المهمه واللي بتكون دايما فيها هنقول الغاز، في ايه كل التخطيط والتدبير الحكيم قوي واللي معمول بدقه وكانه قاتل متسلسل وبعد كده يدعي ان هو مريض نفسي؟ هو برضه الموضوع مش كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول هو طبعا قضيه محمود الحداد ابن الحربيه هي قضيه مختلفه قوي، مش مختلفه عاديه. يعني اختلافها ان يعني دايما بين الجاني والمجنى عليه بيكون ضغينة او عداوة او معرفة حتى. سابق معرفة. لكن في قضية محمود الحداد المتهم ما يعرفش محمود ولا له علاقة بمحمود، ولا من بعيد ولا من قريب، ولا في شغل بينهم ولا في مشاكل بينهم. هي قصة كلها، وبرضه مش عشان برضه ما نرجعش يعني نقول لك ده عشان كده مريض نفسي، لا، القصة كلها ان المتهم بيحب بنت عمته. والمتهم من هنا، من طرخة، من هنا ساكنين، اهليته كلها من طرخة من هنا. فقال لك انا اروح ايه اقعد عند عمتي شويه، وطبعا يشوف بنت عمته. وراح فقعد فسمع ان بتقدم واحد من البلد اسمه محمود، عنده عربيه، وتم رفضه كمان. يعني تم رفضه كمان. امال لو كان اتقبل كان عمل في ايه؟ فهو خرج يشوف بقى مين محمود، مين اللي عنده عربيه، وبدا يبحث في البلد. ثلاث ايام بيدور على محمود. وصل لوالدته، ثم وصل للمكان اللي هو بيشتغل فيه،
ثم وصل لصاحب المكان، ثم وصل لمحمود ذات نفسه. حتى محمود نهره ما تحلوش، ما حدش شافه وارتاح. بدأ يترقب أماكن ومواعيد خروج محمود من البيت والطرق اللي بيمشي بقى محمود. محمود عنده توك توك الأول قبل ما يروح ورشته، بيعمل كم مشوار بالتوك توك. عارف إن محمود بيخرج الساعة 7 الصبح وبيعمل مواصلات للناس، وعارف الطريقة اللي بيمشي فيه محمود. وبدأ يعد عدته لارتكاب جريمة. أنا بقول التفاصيل دي ليه؟ بقول التفاصيل دي عشان أقول إن الشماعة، ودي أنا قلتها قدام المحكمة، قلت له طلب الطب النفسي وحالة للطب النفسي أصبحت شماعة لكل متهم يرتكب جريمة قتل أو جرائم الدم. وبينت للمحكمة ليه أنا بقول كده، لأنه اختار المكان، اختار التوقيت، اختار الأداة اللي بيرتكب بها الواقعة وطريقة ارتكاب الواقعة. فاللي حر في اختياره ويكون مدرك في اختياره وبيعرف يختار، استحالة يكون مريض نفسي، استحالة من بعيد ولا من قريب يكون مريض نفسي. لا، وكمان دافع عن او فكر قبل ارتكاب الواقع ازاي يحمي نفسه لو حد فكر ان هو هيهاجمه او ان هو يتعدى عليه بالضرب مثلا. حط قطعه على صدره كانه حزام. حط قطعه على صدره على اساس ان كان في اعتداء ولا كلام من ده، يبقى حامي نفسه. ان حامي نفسه ان مثلا لو في قدر محمود ان هو ينزع سكينه مثلا ويخبطه بيها، ان هو السكينه في محاوله مثلا للمجنى عليه ان هو يدافع عن نفسه. فطبعا هي مع الاسف وفي نفس الوقت برضه حرصا على القضيه، القاضي وداها لعرضه على الطب مستشفى الامراض العقليه والنفسيه بالعباسيه، وايداعه 40 يوم على ان يوضع تقرير بحالته النفسيه، وجلسه في اليوم الاول من دور شهر سبتمبر حسابيا 10/9. طبعا هو القاضي استجاب، في قضاة ما بيستجابوش وبس بيرد على هذا الدافع او هذا الطلب في خلال حساسيات حكم. بعض القضاة ما بيحبوش ان هم يرفضوا هذا الطلب. ليه؟ لانه طلب فني مختص به الاطباء فقط لا غير، فما بيحبش هو كمحكمه يتصدى لهذا الطلب، وخصوصا ان ممكن لو في حساسيات حكمه ما عندوش اللي يقدر يرد على هذا الطلب، ممكن الحكم يتم نقضه من قبل محكمه النقض، لانه ده حتى طلب بعد الحكم طلب جوهري. طبعا طلب جوهري لازم المحكمه تتصدى، تستجيب ليه. تتصدى له. وطبعا شفناه في قضايا كتير وقضايا معروفه كتير، والامور دي كلها كل يوم والتاني بنتقابلها يعني. بس في النهايه الحق حبيب الرحمن سبحانه وتعالى، حق محمود هو اعدامه، وان شاء الله اعدامه لا محاله، ما فيش فصال. هو التقرير هيجي ان هو مسؤول عن افعاله، وكان قبل واثناء وبعد الواقعه مدرك هو بيعمل ايه كويس، حتى هو واقف قدام المحكمه وعارف هو بيعمل ايه كويس. وبالتالي هو حاول ان هو يظهر، انكر الاتهام بنوع متحفظ له، ان هو يقول انا اغمى عليا، لقيتني نفسي متكتف ومحطوط جنب الجثه. طبعا ده بيحاول يظهر وكانه غير مسؤول او عديم الاهليه. ما هو كده، بس في الجلسه الاولى قال لك انا ما قتلتوش. الجلسه الثانيه قال مقوله مختلفه، فده طبعا متحفظه له. طب والمحكمه طبعا مش صغيره عشان تتابع الكلام ده كله يعني. دفاع المتهم استند الى عده اسباب للدفاع عن المتهم. كان اولهم هو مش عده اسباب، هو قال ان هو مريض نفسي على اساس ان هو كان متهم في قضيه في سيناء، وتم حبسه في معتقل سياسي او في سجن سياسي، فهذا الحجز ادى الى انه اصبح غير مدرك. يعني قال لك ان هو وسائل التعذيب ومش التعذيب والكلام ده في السجون، تمام. هذا لا يعنينا بشيء، لا يعني المحكمه بشيء، هذا امر وهذا امر، لكن انا هستغل هذا الامر في مرافعتي النهائيه ان شاء الله. طبعا مش هقدر افصح عن استغلالي لهذا الامر،
وكمان سيادة المستشار قال هو ما كانش يعرفه، ما كانش في علاقة بتربطهم، يعني مفروض ده يعني هو استغل نقطة تانية خالص ان هو هيقتله ليه، وما كانش بينهم علاقة ولا اي خلافات ولا سبق حتى معرفة، فهيقتله ليه؟ حتى يقتله ليه جد؟ انا ليه وجهة نظر مختلفة، وزي ما انت عارفين انا دايما ليه وجهة نظر مختلفة خالص، وانتوا السبب. ازاي؟ والله وبقولها على طول، انتوا السبب. والناس المغرضة برضو السبب. انه جعلوا من المجرم ترند. مش عايزين نقول بطل للاسف. وعلامة للاجرام، والناس بتدافع عنه، ومحامين بيدافعوا عنه، وفي ناس بتعمل مواقع وجروبات للدفاع عن القتلة. فخلاص اصبحت بقى ده نهاية. لا دي مش شغلتنا، ده تبقى اسرة اللي او اللي الناس اللي هم القريبين من المتهم هم اللي بيعملوا ده كوسيله للدفاع عنه. ومين بيوصل الصوت للناس؟ هم صفحاتهم، احنا كاعلام هنرصد حاجه زي كده؟ كل واحد يسال عما يفعل. لا لا، في اعلام، مش بقول لك انت لا، في اعلام، مش اعلام، اللي هم الناس اللي هم ده بيبقى اعلام مدفوع يعني. اللي هو ايوه برافو عليكي، بيروحوا يقعدوا معاهم ويدافعوا، لجان الكترونيه، ويصبح هذا المجرم وهذا القاتل بطل عالمي انه قتل. حضرتك بتقول كده، ده كان حصل في قضيه محمد عادل ونيره اشرف، كانت لجان الكترونيه كانت مدفوعه الاجر يا فندم، لكن لها علاقه لهم بالاعلام. انا عندي قضيه قاتل مجرم بلطجي له، عايز اقول لك ملفه في الامن العام اكتر من 500 قضية، وعملوا انه بطل انه قتل طالب تلميذ. في النهاية بتبقى الكلمة العليا للقضاء، طبعا للقضاء المصري اللي كلنا نشك فيه. بس انا عايز اقول ان اللي في شباب وفي كتير بياخدوا هذا المجرم محاولات وهية وضعيفة كلها، والاخر القضاء المصري هو بيحكم هذا الجدال او هذه القضية. بس برضه برجع واقرر تاني، لازم القضاء العاجل الناجز الناهي، ما ينفعش التأجيلات الواهية، نقعد بالسنة قدام المحكمة. اولا عشان حق الام دي ذنبها ايه ان هي تقعد كل جلسة تنتظر قصاص لابنها؟ بالاضافة الى اولى جلسات محمود الحداد، والده ما عارف ان المحامي بتاعه عايز يطلع المتهم اهبل. ده اللي انا بتكلم فيه. الراجل مات، قضوا على فرد اخر. الراجل كان موجود معانا في المحكمه، اما سمع، والحمد لله ما سمعش مني عشان ما اقولش انا السبب، اما سمع ان القضيه تتاجل عشان يطلعوه مختل عقليا، الراجل مات. مات من حزنه. مات من سكتة قلبيه، ابنه هيضيع. ده اللي كنت هتكلم فيه سيادة المستشار، ان اول ما الناس بتسمع للاسف عندهم انطباع ان هيتم احالته لمستشفى الطب النفسي علشان اعداد تقرير، الناس بتعتقد ان خلاص بكده قفلت من العقاب وانه هيطلع من الجريمه اللي ارتكبها. غير كده يا استاذتي، انا عايز اقول على حاجه بس، المبنى عليه مش معنى ان هو اللي تم قتله وتم دفنه. الاسره. الناس دي هي المبنى عليه. الناس ديت وشكلتها اللي هو جرائم. شفنا الام مش قادره تتكلم. ليه؟ انا شفت ام ماتت على قبر ابنها. لا حول ولا قوه الا بالله. ماتت على قبر ابنها. بعد ما اتدفن مش عايزه تمشي من على قبره. تمام؟ سيبوها يا جماعه 5 دقايق رجعوا لقى ميت على قبره. يتحمل بقى القاتل او المتهم وزر وذنب الاثنين. تخيلي. القضية دي بقى لها 2 وشهر. قضية محمود الحداد؟ ما تحكمش بيها، لا لا، القضية اللي بحكي لك عنها ما تحكمش بيها. تخيلي. داخل محافظة الأهلية؟ تخيلي ما تحكمش فيها، لا. تخيلي ما تحكمش فيها. حضرتك شايف إيه؟ القضية مسارها هيكون، هل موضوع لا لا الطب النفسي هيأثر عليها؟ ده بس تطول أمد النزاع فقط لا غير يعني. زي القضيه يمكن بتذكرنا بالقضيه بتاعت الام اللي من احدى قرى السنبلون قريه كفر الرك اللي خنقت ابنها وادعت بعد كده ان هي مريضه نفسيا. الاهل اول ما سمعوا ان يتم احالتها للمرض النفسي للطب النفسي كان في حاله من ذعر، لكن الجد كان متمسك، وحتى النهايه لما طلع الطب النفسي بيثبت ان الام بكامل قواها العقليه تم الحكم عليها بالاعدام وتم حاله اوراقها. هما قضيتين كانوا متواجدين وتم العرض على الطب النفسي، وثبت ان هي طبعا قضيه زينب بتاعت نبروك ودي ما راحتش محكمه.
دي النيابة بعتت المتهم من نفسها كده للطب النفسي، اتعرض في المستشفى، جه التقرير ان هو غير مسؤول، تم حفظ القضية وتم ايداعه في المستشفى. الامر الثاني طبعا قضية معروفة، قضية الزقازيق الشرقية اللي الام اللي طبخت ابنها واكلته، ودي طبعا خدت براءة من يمكن في قضية أخرى داخل محافظة الدقهلية اللي أنهى حياة جاره اللي كان بيعمل ترزي داخل المسجد صلاة الجمعة. كان بيرسم حاجات ده حقيقي. بتاعت كنس على ما أعتقد. ده حقيقي. تمام، يبقى لا تأثير لحالة المتهم للطب النفسي على مجرى أو مسار القضية. لا ما بخافش من حاجة. تمام. وليها ردود عليها يعني، حتى لو الأمر جه خارج النطاق احنا لينا رد عليه. تمام، نشكر حضرتك جدا سيادة المستشار الأستاذ خالد عبد الرحمن، وطبعا زي ما الأم قالت في البداية كلنا ثقة في القضاء المصري، وعارفين إن ربنا حكمه نافذ طبعا في السماء وفي إن شاء الله في الدنيا. ربنا يصبر قلبك يا رب. كلمة أخيرة تنهي بيها اللايف معانا، لو محمود رحمة الله عليه سمعك هتقولي له إيه؟ هقول له في الجنة ونعم، وربنا يصبرنا على فراق يا رب. بنته قلت لي بتسأل عنه، والله بتسأل عنه، والله كل خميس بتسأل عنه، ربنا يتولاه يا رب. اللهم امين. طبعا محمود عزائنا الوحيد لحضرتك ان هو شهيد، نحتسبه شهيدا عند الله. هو كان طالع على عمله وعلى شغله بيشتغل، ما كانش في دماغه ان هو يتاخد غدر. ربنا يصبر قلبك ويتغمده في واسع رحمته، ونحتسبه عند الله من الشهداء. بشكرك جدا. زي ما شفنا معاكم متابعينا الاعزاء، متابعي الدقهليه لايف، عرضنا لحضراتكم هذه القضيه، قضيه محمود الحداد. يمكن في تشابه في الاسماء ما بين محمود الحداد ابن قريه البشنيني بالسنبلاوين، وما بين محمود الحداد ابن المحل الكبرى بمحافظه الغربيه شبرا بابل. طبعا كلنا ثقة في القضاء المصري، واثقين تمام الثقة ان شاء الله لو المتهم فعلا بكامل قواه العقلية، وده اللي كل تفاصيل القضية بتؤكده، ان سيتم طبعا معاقبته طبعا للقانون المصري. رصدنا لحضراتكم هذه الواقعة، بشكركم جدا، تابعونا لرصد مزيد من التفاصيل. بشكركم والسلام عليكم.